أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أن بطولة العيد الوطني لسباق القدرة شهدت نجاحا كبير بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان الاسطبلات المحلية والمشاركة المميزة من قبل فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن السباق جاء قويا ومثيرا، مقدما التهنئة إلى الفرسان الفائزين. وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة، الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في سباق العموم لمسافة 120 كيلومترا. وعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، عن خالص تهاني إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والفرسان الفائزين بمناسبة نجاح بطولة العيد الوطني لسباق القدرة. وأكد سموه أن السباق شهد منافسة قوية ومثيرة من البداية إلى النهاية، وأعرب عن تقديره لكافة الفرسان والاستبلاط واللجان التي عملت على تنظيم هذا السباق. كما أعرب فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن بالغ سعادتهم لهذه المشاركة التي تأتي بمناسبة احتفالات المملكة بعيدها الوطني وعيد الجلوس. العيد الوطني اولا اكبر انجاز واكبر فرحه نواصل هالاعياد والفرحات هذه، ان فيكتوريوس يواصل انتصاراته، خذ السباق الثاني على التوالي الان. بطوله غاليه علينا الجميع والحمد لله، لكن يعني كان فوز ساحق.